عليكم على ضيوفكم الكرام. نور. أنا أول واحد من ربعك كان ينسق في مناسباتنا. حلو. يكلمني ذا واحد من ربعي له نظرة فيني من يوم صغير الله يذكره بخير. يا ونعمه اذكر اسمه. الأستاذ علي بن تغيب. ونعمه. عمه عزيزه ودائما نظرة يعني ثاقبة في الليل. يكلمني يقول تعال نبيك تلقي وأنا الرجال هو يحسبني إني أنا عندي وأنا ما عندي شيء. فيقول تعال يوم جاك اليوم قال لازم تلقي قصيدة أنا صغير. وقتها في يوم متوسط احنا كنا في ما شاء الله. ايه كنا في عمرك 12 سنه بالضبط نفس المرحله اللي مدري ما حسبت عمري كالليل ايه؟ لكن احنا في صارت افراح كبيره تعرف العالم ما شاء الله قال والان مع نواف من مدوخ ايه انا امشي يا ولد قلبي جا هنا قمت اسمع نبضي انا ما كان عندي مشكله زي عبد الله انا ما عندي مشكله ترى احيانا اذا قمت تفكر فيهم في الجمهور صح. يجيك ضغط نفسي وانا اقوم امشي عاد المنبر يبي لي اوبر انا قاصر ما شاء الله امشي ما غير اسمع مواطن عولي الله يكرمكم خطواتي في اذني وقلبي في اذني ونبض زين قلبك في اذني واحد وطى فنجال هناك يطع الصوت الفنجال براسه والعالم يعينه امرهم يطالعون فيني يا ليل ابو لم تحس انك تمشي سلموش بالبطيس اي احس اني والعالم يطالع ايوه تحس انك تسبع قايد فضاء يوم جيت عند الميكروفون ولا هو بعيد عاد انا مسير وقتها عارف بقول لروس وهم يقولون ها موج كذا واتجود في الطاوله يا سهيل يا عايض بس ما شيف حلو الباقي اذكره ابي اذكره زرت اذكره اوف اي هنا اعطى صفقه الربع عشوة عاد كملت القصيده بس ترى الرهبه يعني لها دور صحيح فهمتني تاثر احيانا الواحد وعقبه ما شاء الله عليك مشيت عادي بس ترى تفرق يعني انا يوم جيت هنا عند الكاميرا جاء يعني يوم قالوا بسوي معك مقابله اخذت اليوم كامل وانا اكوي غتره بيضه مره اكوي غتره حمراء وجنب بلا يوم جيت هنا توتر اخذت المقابله مع اذان المغرب وخلصت قبل الاقامه يعني احيانا انت تعطي ترى صح حجم اكبر الموضوع حجم اكبر صح صح بس احيانا مثل المواقف هذه